ده هو مستفز. مين؟ حسن شاكوش. ليه؟ ما اعرفش، هو ممكن يكون على ما اعرفوش بيرسونال، بس انا بتكلم كطريقه. انت طالع على ناس، ما ينفعش تقول اي كلام، ما ينفعش تتكلم غلط. ما ينفعش تقول ان على فكره انتوا قلتوا ان احنا سارقين الاغنيه دي، فهي اصلا بقى هم سارقين. لا على فكره هم مش سارقينها. ايه دي؟ زميله في مجال الغناء بتقول انك انت مستفز وما بتعرفش تتكلم. انا هي بتغني؟ هي دي مغنيه؟ بتغني ايه دي؟ انت فاكره لها؟ انت مش عارفها؟ لا والله العظيم. وهي تقوم مش شذا شذا المطربه شذا دي، اما شكلها عمل كده يعني. انت عارف شذا المطربه؟ لا انا اسمع الاسم بس. ما سمعتلهاش حاجه. انت حافظ لها اغاني؟ انت حافظ لها اغاني؟ مالكش دعوه بيا. اللهم انا بكلمك اهو، مش انت اعلاميه وعارفه انت جايباني هنا ليه؟ عشان اسالك وتجاوب. عشان انا مين؟ عشان انا حسن شاكوش. سمعت بنت الجيران، وسمعتي لغبطيطه، وسمعت عود البطل، وسمعتي اغنيه انا والنجم احمد سعد. انت جايباني هنا، انت جايبه حد على واقف قاعد قدامك. طب انت مش عارفه هو مين؟ طب ما ترد عليها. ارد عليها؟ ما انا ارد عليها ايه؟ ما ايه بتقول عليك ايه؟ وانت اجابتك ايه؟ انا ما عنديش ارد عليها ايه يعني. ربنا يتولاها بقى، هي اصلا يعني هي ربنا يتولاها. انا ما ارد عليها اقول ايه. كنت رديت على الـ على الـ على الـ اللي قبله. يعني انت مش مستفز زي ما هي بتقول. مستفز ليه؟ انا دي شخصيه. ما بتلخبطش في الكلام زي ما هي بتقول. ما انا لا، انا قلت لك قبل الكلام، انا بطلع بقول بتكلم بطبيعتي. انا ما بحضرش، بس انا الحمد لله عارف ان انا ما بغلطش، لان انا عمري ما بغلط في حد. ما هي اللخبطه دي وعدم تحضير الكلام بيخليك تغلط. لا ما انا ما بحبش اكون فيك البني ادم. ما انا بالنسبه لي انا البني ادم اللي بيحضر وبيطلع علشان هيقول كذا وكذا 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 في برامج او في اي حديث او انا بالنسبه لي ده